في خناقة داخل مجلس النواب بين النائبين أحمد طنطاوي ومحمد الحناوي، نشوفها أولا من خلال هذا المشهد. ترفع الجلسة لاختلال النظام. الأستاذ محمد الحناوي، أولا يا أستاذ محمد، يعني لماذا الخناقة بهذا الشكل داخل مجلس النواب؟ ليه التراشق بالألفاظ اللي يعني ربما هو حصل تشابك بالأيدي ولا ما حصلش؟ ولا حصل أي حاجة من يعني كل اللي فيها مشد. أتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا سامعك سامعك. ألو. يا استاذ محمد انا سامعك، اتفضل. حضرتك اول حاجه دي مشاده حصلت على اختلاف وجهات نظر في نقطه معينه. هو بيتكلم عن قضيه فانت قلت له كتله 25 30 بيزايدوا وعايزين شو، مش كده؟ لا لا ما كانش وجهه نظري كده خالص، هو سياده النائب استعجل في الكلام، بس انا من بحترم سياده النائب احمد طنطاوي واحنا اخوات، ووجهه النظر برضه ما زالت فيها اختلاف، بس احنا خلاص المشكله خلصت، مجرد طلعنا بره الاوضه بصنا بعض ومفيش اي حاجه ومستمرين في شغلنا عادي. يعني اختلاف وصل، هو فهم كلمه غلط مني، اتحدث. ايه هي الكلمه؟ ايه هي الكلمه يعني؟ يعني انا بقول اللي زي ما حضرتك قلت كده، لسه بتكلم، بيقول هو فاكرني ان انا بقول ان هو ان 25 30 بالشو ازاي، ده ما كانش قصدي كده خالص يعني. بس الـ 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 هو اتفاعل بكلمه، انا اتفاعلت بكلمه، حصل التفاعل. واهم حاجه نقطه الموضوع المهمه يا استاذ وائل، انا واحمد اخوات، واحمد قيمه في المجلس وانا بحترمه جدا، والوضع انتهى لحد ما طلعنا من باب الاوضه يعني. بس عشان الصوره يعني، وانتوا بقى عندكم حساسيه يعني، اعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس لا النواب لا. ده اللي بيجوا جنبكم كده، اللي بيلمسكوا بتودوه محكمه او توصلوا له برنامج. انا المهم يا استاذ وائل، الاهم من المشكله اللي حصلت دي سيبها على جنب، دي اتنين نواب وتصالحوا وهم اخوات تحت البرلمان، وفي هنقوم الصبح نصبح على بعض ونخش نشوف شغلنا لصالح الناس. انا بتكلم في النقطه الاهم، انا بدعو من حضرتك من هنا استضافه رئيس مجلس اداره جامعه الدلتا عند حضرتك عشان تسمع مشكلته، وبشكر من خلال برنامج حضرتك وزير الاستثمار. هو كان بيتكلم على انه جامعة الدلتا وهنا وقعة متعلقة بفساد المحليات. يا فندم مفيش فساد فيها خالص خالص، انا عايز حضرتك تسمع الكلام ده راجل. انا كنت انا 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 وائل بيه انا وائل بيه انا رايح انا رايح وانا متحامل على الراجل على الكلام اللي انا كنت سامعه الاول. الصراحة بعد ما شفت الاوراق والمسندات اللي قدمها الراجل واتكلم اللي حصل فيه على طب انت بتدافع عنه يا استاذ محمد ليه؟ انا افهم حينما يكشف نائبا يا فندم، حينما يكشف نائب فسادا عنه، حينما يكشف نائب فسادا في واقعه. يا فندم انا بقول لحضرتك ايه، انا بطلب حضرتك ان انت تستضيفه. انت حضرتك عايز حاجه سؤال واحد، سيبك من نصيحتي بقى، من نصيحتك، بس انا بسالك يا فندم ايه اللي يخليك تدافع؟ احنا قعدنا شفنا ما لقيناش فساد. قعدتوا فين يا فندم؟ انا بقول لحضرتك حاجه واحده بس، انت عرفت منين ان هو فساد؟ لا انتوا انا افهم انه لما نائب يعني يقول ان ده فساد، سيب بقى من وجهت اليه اتهامات الفساد يدافع عن نفسه. ليه انت تدافع عنه؟ هو دافع عن نفسه، احنا اتكلمنا بعد ما دافع عن نفسه. والله هو دافع عن نفسه. دافع عن نفسه؟ ايوه دافع عن نفسه. طب انت بتخدم ليه؟ انت هنا يا فندم احنا عايزين المستثمرين المصريين. هو مش دورنا يا وائل بيه ان الاستثمار المصري هو اللي يزيد، ولا نستنى واحد من بره يجي ياخد المتر بجنيه وما نحاسبوش، واستثمارنا هو اللي يتحارب. الراجل مظلوم من اول الموضوع لحد اخره،
وقام قال كلام حضرتك انا بقول لحضرتك استضيفه واسمع سيادتك منه، لو لقيته فساد يبقى انا راجل دافع على الفساد، لو لقيته صاحب حق يبقى حضرتك فاهم وجهه نظر للناس. ما انا ممكن استضيفه واستضيف ايضا الذين يتهمونه بالفساد يعني. طبعا يا فندم طبعا، ومحقول كل حد انه يتكلم ويشوف نقطه الفساد فين. طيب الاستاذ احمد الطنطاوي عضو مجلس النواب، يا استاذ احمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بمحاضرتك وبمشاهديك المحترمين. اهلا بيك استاذ احمد. يعني المساله تحولت الى خناقه داخل مجلس النواب، دافعك هل كان كشف الفساد؟ الاستاذ محمد الحناوي بيقول ان احنا اكتشفنا ان الراجل مظلوم فدافعت عنه، يعني اتخانقتوا مع بعض داخل المجلس. اتفضل. اسمح لي بس لانه مش بالتاكيد كل المشاهدين كانوا متابعين للتفاصيل وعارفين يعني القضيه يعني خلفياتها ايه، وعلشان ننسب الفضل لاهله انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا في اجتماع في لجنه الاداره المحليه لمناقشه 5 طلبات احاطه مقدمين من عدد من النواب منهم شقيقية النائب المحترم أحمد الشرقاوي والنائب المحترم هيثم الحريري، وكان معاهم النائبة المحترمة جواهر الشربيني. دول 3 طلبات إحاطة كانوا بيتبنوا وجهة النظر اللي بتقول إنه حق الدولة يقدم على حق الأفراد وحق المستثمرين، وكان في طلبي إحاطة آخرين مقدمين من النائبين النائب مكرم الدكتور مكرم رضوان والنائبة أمال طرابية، بيتبن وجهة النظر الأخرى إن المستثمر هو اللي صاحب حق. سمعنا وجهات النظر كاملة وسمعنا، وده يعني في موقف يقدر ويحترم من إدارة اللجنة، أتاحت الفرصة كاملة لوقت أطول كمان مما كان محتاج. خلينا ندخل في لب الموضوع، يعني انا بنعيشها بسرعه كده يا استاذ احمد. وجهه نظره، احنا وجهه نظرنا ايه؟ لانه انا شايف ان اسوأ ما يمكن ان احنا نكون بنتخانق حوالين قضيه حقيقيه فنحول المساله الى امر شخصي. انا ما اعرفش رئيس الجامعه ولا عايز اعرفه، ولا اعرف المسؤولين المختلفين معاه ولا عايز اعرفهم. انا بالنسبه لي اتكلمت بالمنطق الاتي، هو الراجل بنى دفاعه على انه مستثمر وانه جاد وانه بيقدم خدمه للوطن، فانا سالت مجموعه من الاسئله. الراجل ده عنده 12,000 طالب في الجامعه بتاعته، لو قلنا ان متوسط الطالب بيدفع 50,000 جنيه في السنه يبقى هو بياخد 600 مليون جنيه في السنه. 600 مليون جنيه في السنه. هو بيقول انا بعمل مساهمه مجتمعيه ب 30,000 في كذا وبعمل منح دراسيه في كذا وبخلي كذا، انا قلت له لا احنا يا سيدي متشكرين، احنا عايزين اللي عليه حاجه للدوله يدفعها. وبعدين لما نقول بيعاني والدوله عملت له ايه؟ الدوله دي الدوله اللي هي المصريه هي اللي ولادها بيروحوا يتعلموا عنده في الجامعه ال 12,000 اللي بيدخلوا له ال 600 مليون. اذا اي ثمن للارض احنا بنطلبه مبدئيا مش هيساوي ارباحه في سنه، في سنه واحده بس. فبلاش حد يصور لنا انه مظلوم. هو ايه ما دفعش ثمن الارض؟ ماشي، الارض ايه بقى عشان نوصل لجوهر القضيه؟ العقد شريعه المتعاقدين، الراجل ده حصل على الارض دي بوصفها حق انتفاع. كويس؟ النهارده عايز يحول حق الانتفاع ده ايه؟ لحق تملك. لحق تملك. احنا خايفين من ايه؟ خايفين من انه لو امتلك الارض دي ممكن يتصرف فيها اي تصرف اخر خارج الغرض المخصصه ليه. السوابق في ده كتيره بالمناسبه. الشركات اللي كانت قطاع عام لما تحولت لقطاع اعمال واراضيها اتباعت، وقعدت الدولة تشتكي ان الارض دي الدولة كانت مخصصها لها بالمجان بالمناسبة، بالمجان. المستثمرين طيب. لما قعدوا يقطعوها ويبيعوها على عينك يا تاجر، والدولة بتتفرج عليهم احيانا او بترفع عليهم قضايا وتخسرها احيانا، المواطن ما استفادش حاجة. فاحنا بنقول الفلسفة السليمة للتصرف في اراضي الدولة هي حق انتفاع طويل الامد. احنا كنا بنقول يا اخوتها حق انتفاع 99 سنة. لما هو الراجل قال ده انا بعمل خدمة مجتمعية، انا قلت له عظيم، لو المنطق هو الخدمة المجتمعية أنا بدعوك لأن أنت تحولها من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية. إحنا عندنا 22 جامعة خاصة الهدف الأساسي لهم محدش يقول لي خدمة المجتمع. طيب قبل بس ما في نهاية كلامك كده أنت هنا يعني دافعك هو حماية أموال الدولة والشعب يعني. إذا أذنت لي بس في النقطة دي، لو هو الراجل دافعه وطني بحت زي ما بيقول فعليه انه يقبل ان يحولها لجامعه اهليه غير هادفه للربح على غرار جامعه النيل. لو هو راجل هدفه انه يخدم المجتمع وفي نفس الوقت يكسب
فيبقى من باب اولى ان احنا ندافع عن حق الدوله. اللي انا بقى مش فاهمه في منطق عدد من الزملاء النواب ورايهم يحترم وده حقهم في واللي يحاسبهم الناخبين اللي انتخبوهم مش احنا اللي هنحاسبهم. لما يبقى لنا وجهه نظر احنا متمسكين بيها وبندافع عنها من غير ما ما ما, ما, ما هو اللي عمل الخناق انه قال لك ده شو اعلامي وانتوا بتزايدوا. هل معقول انه كل نائب يبقى له وجهه نظر بيحاول فيها انه يتمسك بحق الدوله وحق طيب. المواطن انه يتهم بالمزايده؟ هل ده كلام منطقي؟ وبعدين احنا قلنا ايه؟ انا والزملاء في تكتل 25 30 بما ان احنا اتهمنا بالمزايده قلنا ايه؟ اصل اللي اتقال لنا يا استاذ وائل غريب جدا، بيتقال اشمعنى هو؟ ما الجامعه الفلانيه خدت بجنيه والجامعه العلانيه خدت ب2 جنيه والجامعه الترتانيه خدت ب3 جنيه، فبنقول لهم يا جماعه وبص حضرتك المساواه في الظلم عادل، فقلنا لهم لا المساواه في الظلم ظلم. اذا كانت طيب. الجامعات دي خدت الارض دي هي كمان بالطريقه دي، فاحنا من بكره هنفتح الملف ده كله في اطار ملف اراضي الدوله كلها اللي احنا مقتنعين انها ما انا مش عايز حد يرفع شعار اشمعنى ما هو فلان نهب ومحدش كلمه يعني ده منطق؟ اللي نهب نستعيد ما نهبه يعني انا بعاتب احمد الشرقاوي وهيثم الحرير ان لما جه تحت ايديهم اوراق ومستندات تخص الجامعه دي واستخدموا حقهم اللائحي وقدموا طلبات احاطه اعاتبهم واقول لهم اشمعنى؟ طب احنا بندعو كل المصريين اي مواطن مصري عنده اي ملف متعلق بالفساد بصفه عامه وفي اراضي الدوله بصفه خاصه وفي الاراضي التي تم تخصيصها للجامعات الخاصه على وجه الاخص يتقدم بيها لينا ويشوف طيب. احنا انا طب ايه اللي حول المساله لتراشق بالصياحات والصرخات بهذا الشكل؟ كان يمكن انه يتحول لتشابك ايدي يعني. لا هو الامر لم يصل الى هذا الحد، بس انا عايز اقول لحضرتك احنا ما كناش بنتخانق على مساله شكليه او فرعيه ممكن ان احنا نطبطب على بعض فيها وخلاص. ده قضيه جوهريه وقضيه بالنسبه لنا احنا في تكتل 25 30 هي قضيه ذات اولويه قصوى. طيب انا بشكرك استاذ احمد. تعليق اخير استاذ محمد الحناوي، يعني ما تسيب يعني الراجل اذا كان يعني نهب اموالا يعني ونهب اراضي يعني ما تسيب ده للسجال بينه وبين النواب يا استاذ محمد. هل مهمتك هي الدفاع عن مستثمر او الدفاع عن رجل اعمال؟ طبعا مهمتي الدفاع عن مستثمر طبعا. طب ما تدافع عن اموال الدوله واموال الشعب وتسيب لو احمد الطنطاوي غلط لو ايوه الراجل يدافع عن نفسه يعني. سالتني سيبني بقى جو بعد اذا حاجه اديته الفرصه يعني انت اديته الفرصه وائل بيه. ما هو اتفضل ما انا بدات بيه. عملت اتكلم انا عايز اتكلم زي ما اديته الفرصه يتكلم سيبنا اتكلم. طيب اتفضل. حضرتك دلوقتي هو احمد بيه قال كلام واضح. قال كلام واضح. الراجل ده لما راح خد ما راحش سرق الدوله. راح وزير الاستثمار ورئيس الوزراء اللي بيديله التصريح ده. يعني الحساب مع حساب لو احنا كده يبقى رئيس الوزراء بتاعنا بيدي قرار غلط. ايوه طب ما هي مهمه مجلس النواب هي محاسبه المسؤولين. يا استاذ وائل لو سيبنا كمل لحد الاخر. طيب اتفضل هتخانق معانا كمان يا استاذ محمد. انا بس حضرتك اديني الفرصه زي ما اديته الفرصه. انا مش معاك في المجلس اتفضل. لا انت حضرتك اديني الفرصه بعد اذن حضرتك ما تقوليش فساد وانا بدافع على فساد عشان حضرتك كده بتوجه الموضوع لحته ثانيه. طيب اتفضل. يعني انا حضرتك دلوقتي لو حضرتك النائب جه قدم طلب الاحاطه لجميع الاراضي اللي اتباعت بالطريقه دي للدوله كلنا كنا هنعمل كده وهنسكت مفيش اي مشكله خالص. بس لو هو هتقدم لحد بس المشكله شخصيه او تصفيه حسابات شخصيه بينهم في المنصوره وجواهر والاستاذه جواهر والحاجات الشخصيه اللي بتحصل في الاراضي هناك لا احنا برضه عندنا. ايه اللي يخليك يبقى تصفيه حسابات شخصيه وتتهم زملائك وزميلاتك بهذا الشكل؟ يا فندم اصل الجامعات كلها بقى باينه طلعت الاستثمار بكام؟ ده هو حضرتك انت عارف حضرتك يا وائل بيه واحده واحده بس حضرتك اسمعني. طب حضرتك اسمعني انا بقول لحضرتك ان هم كان استنادهم ان الراجل اتقيم له الارض في مزاد كان في دمياط الجديده ب 305 جنيه. يعني طلع مزاد لارض. طب ما هو يدافع عن نفسه. هل مهمتك انك تلعب دور يعني لو اكتشفنا انه الراجل ده سارق يعني او واخد او ناهي؟ محتاجه استثمار يا استاذ وائل. بلدنا محتاجه نشجع المستثمرين يجوا يشتغلوا. ما هو كم من الفساد يتم باسم الاستثمار؟
في استثمار والناس بتشتغل. يا عم ما نستثمر نبني مصانع ونبني وحدات انتاجيه. هي الجامعه مش مصنع. ما هو بيكسب. ما هو الراجل قال لك بيطلع له كام مليون يا جماعه؟ قال 600 مليون. كام؟ ليه ما يكسبش 600 مليون؟ مستثمر اي يكسب هتقول عليه فاسد؟ طب ما تسيبه هو يدافع عن نفسه. طب ما هو دافع عن نفسه واحنا قاعدين بنحكم. ما البعض هيقول انت صاحب مصلحه كمان في الدفاع عنه. احنا قاعدين بنحكم. زي ما انت بتتهم زملائك بانهم بيعملوا كده تصفيه حسابات. زملائي كان الحوار اتاخد ما دخلناش في جوهر الموضوع بتاعت الخناقه عشان نتخانق. انا بس اللي مندهش له انك يعني مش عايز اقول دايما تعبير كده انه ما ينفعش تتخانق لحساب حد يعني. لا يا فندم حضرتك انت حضرتك اللي بتوجه الاعلام بتاعك كده غلط. ما تسيبه هو الراجل توجه اليه اتهامات بالفساد. بتوجه الاعلام بتاعك حضرتك كده غلط. وحضرتك انا عمري ما دافعت على حد انا ما اعرفوش اصلا لحد ما دخلت اللجنه ورايح. انا رايح بس انا راجل بفهم وعايز مصلحه البلد. انتوا بقى ناس مش عايزه تفهم وعايزه تخرب البلد دي حاجه ثانيه. يعني احنا مش عاوزين نفهم يعني انت بتفهم انت والمستثمر فقط يعني. انت بتفهم انت ورجل الاعمال فقط واحنا كلنا بنفهمش يا استاذ محمد. عشان خاطر هو راجل محترم وشغال في البلد باحترام وشايفين فيه احترام في البلد. ما تسيبه هو يدافع عن نفسه يا جماعه. انتوا مهمتكم مساءله ومحاسبه. ده راجل واحد المسؤولين عامل فيها 28 متر خوازيق يا استاذ وائل واخد مدفن بتاع. انا ما عنديش مشكله هو يدافع عن نفسه. هو يدافع عن هل انت رايح مجلس النواب عشان كده؟ انا رايح مجلس النواب عشان ايه؟ بتلعب دور رقابي على السلطه التنفيذيه يعني انت اللي تحاسب المسؤولين وتقدم افكارا وتشريعات يعني. المسؤولين صح. المسؤولين يا فندم المسؤولين صح. انا شايف المسؤولين عملوا واجبهم صح. انا شايف سياده رئيس الوزراء. طيب يا استاذ احمد تنطوي تعليق اخير لانه بقول المساله تصفيه حسابات يعني. اتفضل. انا يعني ارضى بالجميع انه يصف نواب محترمين تحركهم الغيره على اصول الدوله وعلى ارضها ان يصفوا بهذه الاوصاف. مره تانية انا قلت كلام محدد، قلنا احنا لا نعرف صاحب الجامعه ولا عايزين نعرفه. وقلنا للمواطنين المصريين ان اي حد عنده اي ملف يتعلق بالفساد سواء في ارض الدوله او في غيرها. في هذه الجامعة أو في غيرها فعليه أنه يتقدم بها. أنا برضو علشان ما تتقالش معلومات غير دقيقة وما نردش عليها. إحنا استشهدنا بحالة بالمثل في لجامعة خاصة في المحافظة المجاورة. أنا مش عايز أقول اسم الجامعة علشان ما بقاش بعمل لها دعاية. المحافظة الإيه؟ المجاورة اللي تخصص لها الأرض بال 305 جنيه اللي قال عنهم سيد النائب المحترم الزميل حالا. الأرض دي لما تخصصت طيب. من 10 سنين كويس؟ وانا بشكرك استاذ احمد بس هاخد تعليق اخير من الاستاذه جواهر الشربيني لانه الاستاذ محمد الحناوي منذ قليل يعني اتهمها بانه المساله خلافات على الاراضي وتصفيه حسابات. استاذه جواهر اهلا بيكي. اهلا مساء. احنا اختلفنا امبارح على الليل عيد بس انا النهارده معاكي اهو. طيب افندم قولي لي دلوقتي الاستاذ محمد الحناوي بيقول انه انتوا تقدمتم بذلك تصفية حسابات وخلافات على الأراضي مع رجل الأعمال يعني. والله يا سيد الفاضل أنا لا بيني وبين الراجل خلاف ولا بيني وبين أي حد خلافات. لا هي مصلحة عامة خاصة بمحافظة الدقهلية معامل عقد حق انتفاع وحق الانتفاع لصالح المحافظة وإحنا بندافع على اللي له حق ياخده. طب يعني هو الراجل ده يهدر على الدولة أموالا بكام يعني؟ والله حسب اللي يعني حسب ما قالوا إن المتر في المحافظة المجاورة ب 12,540 نقول يعني مبالغ طائلة لكن إحنا ما حددناش وما نعرفش الأسعار بالحقيقي إلا من خلال المحافظة المجاورة. وهو ما دفعش حاجة. هو دافع حق انتفاع يا فندم. ما نبخش الناس اشياءها. الراجل دافع اشياء حق الانتفاع خاص بالمحافظه بناء على العقد لان عقد شريعه المتعاقدين. طب ما هو اللي عمل معاه هذا العقد يحاسب ايضا يعني. يا فندم
الحساب مكفول لصالح الطرفين، ان كان لصالح الراجل طيب حق ياخده، ان كانت المحافظه لها حق تاخده. احنا بنتكلم في الصالح العام يا وائل بيه، ما بنتكلمش لحساب حد على ضد حد. طيب انا بشكر حضرتك، بشكركم جميعا.